سلام سلام يا أصدقاء، إذا كنتم من محبين الأعياد الشتوية فهذا الفيديو أكيد لكم. اليوم رح نشوف اسطنبول بستايل ما بيتكرر إلا مرة واحدة بالسنة، لهيك تابعوا الفيديو للأخير، لا تنسوا تفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك وسبسكرايب ويلا بلش. بالفيديو اليوم رح يكون في عنا محطات كتير، رح نتنقل سوا انا وانتو ونشوف كيف اسطنبول بتتزين براس السنة. طبعا انا بلشت من بواحد من اشهر الاحياء الموجودة باسطنبول، رح اورجيكم هلا لقطات من هذا الحي او الشارع اللي انا فيه وانتو حاولوا تحزروا وين، لانه سبق وعملت فيديو كامل عن هالمنطقة. صح حضرتوا، إنها نيشانتشو، هاي المنطقة الحيوية اللي مليانة بوتيكات راقية وبراندات عالمية تتزين براس السنة بشكل بخليكم ما بدكم تطلعوا منها، تسوق، مطاعم، وكل الأشياء يلي وكل الأشياء يلي بده إياها أي سائح. طبعا اخترت لكم المناطق بالفيديو اليوم انكم تكونوا قادرين تتنقلوا وتوصلوا الى عن طريق المواصلات. من محطة تقسيم بالنزول بأوسمان باي بتكونوا صرتوا بنيشانتشو، والوجهة القادمة اللي هلا رح نروح عليها مول جواهر، من نفس خط المترو بتنزلوا بمحطة مجد ياكوي بتكونوا صرتوا قدام البول مباشرة. يلا نتوجه لجواهر ونشوف شو عاملين هناك. Christmas bells cast a spell on the world bringing you home to me. When a from across the sea, when a bluebird calls on, and it seems like you're already here. Whenever I hear Christmas bells chime in my ear, when a snowflake falls. When a bluebird calls on. صراحة يا جماعة حبيت كتير الأشياء اللي عاملينها بمول جواهر من زينة ونشاطات للأطفال، وفعليا فيكم تقضوا نهار كامل هنيك بدون ما تحسوا بالمرح. أكيد أكيد، وهي الأصوات إن شاء الله يكون طالع صوتي. طبعا بدي أذكركم إنه إذا كان الأوتيل تبعكم بمنطقة شيشلي، عثمان باي، نيشانتش، تقسيم، جواهر هو المول الأنسب لحتى تروحوا تتسوقوا منه، يعني هو الوجهة التسوقية الأنسب لإلكم كمول إذا كنتوا بتحبوا المولات. في ناس كتير بتعرف جواهر وفي ناس ما سبقوا يعني اسطنبول قبل هالمرة ما بتعرف إنه هذا المول من أكبر المولات الموجودة بوسط اسطنبول. وأكيد أكيد ما تنسوا إنه الأوتيلات بكل اسطنبول وبكل تركيا وين ما بدكم فيكم تحجزوا عن طريقنا نحن أونجر التوريزم. خبرتكم ببداية الفيديو انه رح يكون في كتير محطات فيه هذا الفيديو، فهلا وصلت لوحدة من المحطات المحببة الى قلبي بصراحة، مول استينيا بارك، سبق وعملنا عنه تغطية كاملة بتشوفوها بالقناة بليست اسمها شوبينج مولز. اليوم نحن جايين نتفرج على استينيا كيف محضرين لراس السنة. طبعا هيك مول مميز اكيد عامل زينة مميزة، رح نعمل هلا لفة مع بعض ونتفرج. When you kiss me slow under the mistletoe on Christmas. On Christmas. أنا حاليا بالقسم المفتوح من مول استينيا بارك، طبعا مبين معكم الزينة بتاخذ لعقل لحد الان، انا عجبني هون اكثر شيء بصراحه. وبدي اخبركم انه كل القصص والالعاب والنشاطات يلي شفناها بالمولات صورت لكم اياها للاطفال فور فري بمناسبه راس السنه، ما في داعي تشتروا اي بطاقه، ما في داعي تدفعوا اي شيء، كلياتها مقدمه من المولات للاطفال فور. When you kiss me slow under the mistletoe on Christmas.
الأماكن اللي شفناها لحد الآن بالفيديو هي كلياتها بالقسم الأوروبي. هلا صار الوقت لنشوف أماكن حلوة بالكريسماس بالقسم الآسيوي. إذا كنتم متابعين كل فيديوهاتنا على اليوتيوب فحتما رح تعرفوا أنا هلا وين بأي منطقة. حورجيكم هيك أوكي. في شغلات كتير حلوة، في زينة كتير حلوة رح نشوفها بعد شوي، ورح نروح على محل كتير مشهور بزينة رأس السنة، كل سنة الناس بتجي عليه من كل الأماكن. طبعا هذا المحل هو فرعه الرئيسي بهي المنطقة، ما بعرف إذا حضرتوا نحن وين، وصار في عنده كتير كتير أفرع ثانية، خلينا نروح عنده ونشوف. طبعا مثل ما لكم شايفين مو انا الوحيده اللي جايه اتصور قدام هذا المحل، شهرها بالمحل بالزينه المميزه اللي بيعملها على راس السنه، وصارت الناس تجي من كل مكان لحتى تصور قدامه. بصراحه زينته جدا مميزه بفرعه هذا الاول بكاديكوي، المنطقه اللي نحن هلا متواجدين فيها. اذا كانت زيارتكم لاسطنبول قريبه لا تفوتوا هذا المحل، تعالوا تصوروا قدامه، الاجواء كثير حلوه هون. وصلت هلا لمنطقة وادي اسطنبول. طبعا اللي شايف فيديو وادي اسطنبول بالصيف رح يعرف انا عن شو عم بحكي، منطقة في قمة الجمال والروعة بتاخذ العقل، وهلا بزينة راس السنة صايرة بتجنن بزيادة، ما تتخيلوا الزحمة، الناس جاية من كل مكان لحتى تتفرج على الزينة وتتصور معها. هلا نحن بالقسم الخارجي رح ندخل لجوا ونشوف الزينة كيف، وهيك نتصور شوي. إذا كنتوا باسطنبول وأنتوا عم بتشوفوا هذا الفيديو ولسه ما خططتوا شو رح تعملوا براس السنة، ما عليكم إلا تتواصلوا معنا فورا لحتى نقترح عليكم أماكن ومطاعم ظريفة ممكن تسهروا فيها مع عائلاتكم. وأول شغلة رح أقترح عليكم هي سهرة بالسفينة، ممكن نساعدكم لحتى تحجزوا سهرة هيك كثير مميزة بالسفينة على البوسفور. بما أنكم باسطنبول فلازم سهرة راس السنة تكون بأجواء اسطنبولية، تواصلوا معنا. Christmas bells cast a spell on the world. Bringing you home to me from across the sea. And it seems like you're already here. Whenever I hear Christmas bells chime in my. أنا هلا صار وقت إني أودعكم، صراحة منيح تركت وادي اسطنبول للأخير لأنه الأجواء هون واو، فهلا بدي أقضي وقت شوي هون وألكم باي باي، إن شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو، إذا هلا كنتوا مالكم في اسطنبول، فيا رب السنة الجاية تكونوا باسطنبول وتحجزوا أكيد عن طريقنا، وإذا كنتوا باسطنبول استمتعوا بالأجواء الحلوة، ويا رب يكون عام سعيد مليء بالخير والصحة والسلام عليكم وعلى كل أحبابكم، ترككم بخير وصحة، باي باي.